مخطئ من يظن إن حرب أكتوبر كانت على الجبهة فقط. صحيح إنها كانت الجانب الأهم بكل تأكيد، لكن في جانب تاني مهم جداً متعلق بالخداع الاستراتيجي. خداع كانت مهمته إيهام العدو بإن الحرب فكرة مستبعدة في الوقت الحالي. وكالعادة طبعاً، كرة القدم كانت جزء مهم من الخطة دي. الدوري المصري منتظم بشكل طبيعي في نفس الوقت اللي بدأ الجنود يستعدوا فيه للعبور. غزل المحلة كان بيلعب الطيران على ملعب الترسانة. بدأت المباراة الساعة 2:30 الظهر. المباراة ماشية بشكل طبيعي. فجأة لعبت المحلة لقت جماهيرها بتهتف لنادي الطيران. الله، طب ليه؟ الماتش 0-0 وبنلعب حلو، ليه بيهتفوا للمنافس؟ جمهور المحلة سمع في الراديو خبر بداية المعركة وعبور الجنود المصريين لخط بارليف. بعد ما أذيع البيان الأول فهتفوا لنادي الطيران تحية لدور الطيران الحربي في الحرب. بين الشوطين عرف لعبت الفريقين السبب، محدش اتكلم هيعمل ايه في الشوط التاني. المحاضرة كانت كلها دعاء لجنود مصر على الجبهة بالنصر. الشوط التاني كان مجرد تقسيمة بين الفرقتين مش أكتر، وبالليل كان قرار اتحاد الكرة طلع فعلا بإلغاء الدوري. اليوم السابق للمباراة وللحرب كان في جانب تاني من خطة الخداع الكروي. رؤساء التحرير جالهم تعليمات بإفراد مساحات أكبر لصفحات الرياضة في الصحف. الجرايد كلها تغزلت في النجم الصاعد حسن شحاتة اللي خاض أول مباراة في تاريخه بالدوري مع الزمالك يوم 5 أكتوبر، واطرحت فكرة استخدام المصري لمدرب إنجليزي، مدرب ما خططش أقدامه أرض مصر أبداً. وطبعاً في اليوم التالي للعبور اختلف الأمر تماماً. محدش أصلاً كتب نتيجة مباراة المحلة والطيران إلا جريدة المصر في فقرة صغيرة جداً على الجنب. ويمكن اتحاد الكورة ورؤساء الصحف ما كانوش على علم بخطة الخداع، لكن بالتأكيد إنهم كانوا جزء من واحدة من أكبر خطط الخداع الحربية في التاريخ.